مرحبا يا أحلى متابعين، اليوم لدي أخبار مهمة لمحبي نيرين بيوتي وموفلوك، وهناك تطورات كتير حلوة اليوم راح تكتشفوها معي. قبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا بالقناة. كما شاهدنا أن نيرين بيوتي قامت بإنزال فيديو جديد على اليوتيوب عنوانه اشتغلت كشوفيرة لامبورغيني ليوم كامل، لكن هذا الفيديو كان مخبي لنا أشياء كثيرة، حيث الفانز قاموا وأخيرا بالتقاط دلائل تفيد بأن موفلوك كان معها، وأهم هذه الدلائل هي صورة موفلوك، ومو كان منزل ستوري في الإنستغرام بنفس هذا القميص. مين لاحظ معي أنه نارين في هذا الفيديو تحديدا لما طلعت معها الشباب كانت حاطة شي على رجلها، ولما طلعت معها البنت شالتها، كأنه في حد عم يغار هذه الفترة ولا شو الموضوع؟ ناطرة تعليقاتكم. أما الدليل الثاني هو وجود كاميرا موفلوك بجانب نارين بيوتي. والواضح أن موفلوك هو اللي صور نيرين في هذا الفيديو أيضا. أما الدليل الأخير هو عفوية نيرين لما قالت اسم موفلوك. والآن دعونا ننتقل إلى موضوع آخر، حيث جلال أمارة مؤخرا قام بإنزال فيديو على اليوتيوب، وبعد دقائق قام بحذف هذا الفيديو وكتب أنه توجد مشكلة في اليوتيوب، لكن المشكلة لم تكن كذلك كما صرح جلال، حيث تم التقاط في فيديو جلال حذاء موفلوك، وقبل ما يحذف جلال الفيديو الفانز استطاع معرفة هذا الدليل. السؤال اللي بيضل بيطرح نفسه، ليش ما عم يعلنوا علاقتهم ويشاركوها مع فانزاتهم؟ ليش؟ والموضوع الأخير اللي الكل طلب أحكي عنه، حيث مؤخرا قام موفلوك بمشاركة ستوري في الإنستغرام حكى فيه أنه لديه أشياء خاصة حابب يشاركها معنا، وبعد ستوري مو فانزاتهم كلهم توقعوا بأنه سوف يعرض الزواج على نيرين، حيث قاموا بربط الأحداث قدوم جدة موفلوك وأخوات نيرين إلى دبي بهذا الموضوع. توقعوا أنه الشيء الذي سوف يعلن عليه موفلوك مرتبط بنيرين بيوتي وعائلتها، أنا الصراحة كتير متحمسة أعرف شو الموضوع. وسوف أترك لكم بعض الستوريات المنتشرة بكثرة في الإنستغرام تتحدث عن هذا الموضوع بالذات. وأنتم أيضا شاركوني بأرائكم في التعليقات واكتبوا لي شو تتوقعون أنه موفلوك رح يعلن عليه. أعتذر منكم على الصوت لأني في هذه الفترة كتير مرشحة. وآخر شي هو لوز حير فانزات نيرين بيوتي وغيت مروان، حيث مؤخرا قامت نيرين بيوتي بنشر هذا الستوري لهذا الدفتع الأخضر، وغيت من بعدها قام بإنزال نفس الستوري وكتب عليه شو سميه، والكل صار بده يعرف شو معناته. والآن وصلنا إلى فقرة الأخبار السريعة. موفلوك تعاقد مع شركة تجارية معروفة ليقوم بإعلان لهم، والإعلان هو عن شامبو هيد اند شولدرز. ونيرين بيوتي تواصل إزعاج أخواتها الشباب في دبي. وأيضا شيرين بيوتي متواصلة في تغيير لون شعرها من اللون الفاتح إلى اللون الغامق. وسيم وسام 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 من وأيضا نيرين بيوتي لديها فوبيا من الحشرات. وغيث مروان يعود إلى دبي مع أصدقائه بعد سفره إلى سوريا ولبنان.
وأيضا هناك إشاعات مزعجة عن ظهور والدة غيث الحقيقية، وهذه الإشاعة سببت إزعاج كبير لغيث ولأمه حنان، وطبعا هذه إشاعات غير صحيحة بل هدفها الإطاحة بغيث مروان. هذه أخبارنا لهذا اليوم، إذا صارت تطورات جديدة سوف أعرضها عليكم، لكن لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر اللايك وتفعلوا الجرس. والصراحة أني كتير محظوظة لأني بملك متابعين مثلكم، وتعليقاتكم كتير بتشجعني أني أستمر. أحبكم كتير.